أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس خالصة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه
زحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل ما تتلو الشياطين على
والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا تبين لهم الحق من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وقالوا لن يدخل الجنة
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما ثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم صدق الله العظيم.